شادية. شادية هو فعلا في اسماء بيبقى اسمها لوحده لقب. صحيح. شادية يعني اي القاب ما تنفعش، يعني الاسم نفسه اكبر من اي لقب. احسنت. وكفايه ان اسم شاديه بيذكر يا استاذ تامر على طول عنوان البهجه، السعاده، السرور، يعني مش عنوان جميل، عنوان مبهج. صحيح. هي اساسا كانت فنانه مبهجه. صح صح واحنا على مسيره حياتها كلها، كل مسيره حياتها يعني ما نلاقيش حد اختلف على محبه وتقدير شاديه. صحيح. كانوا زمان وقت ما كانت هي يعني مكسرة الدنيا في السينمات والمسارح وما الى ذلك، كان بيتقال عليها الشقية والدلوعة لا سندريلا دي كانت بتروح لسعاد حسني اكتر، لكن الدلوعة والشقية، البنوتة الدلوعة والشقية، هي تقريبا ابرز السمات بتاعت شخصية شادية. هي شادية يعني لو بنشوف بدايتها يعني قبل ما نقول مثلا، هي طبعا معروف هي مواليد 8 فبراير 31، وطبعا هي بدأت اختها الكبيرة عفاف شاكر، يعني هي بدأت من خلال اختها الكبيرة عفاف شاكر. عفاف شاكر اللي ما يعرفهاش اكتر يعرفها في فيلم ابو حلموس مع نجيب الريحاني. كانت بنت نجيب الريحاني اللي كانت بتقف في البلكونه ونجيب الريحاني وهو طالع بيشوفها. رفيعه قوي دي. ايوه دي اخت شاديه الكبيره. كويس. عفاف شاكر. طبعا شاديه كانت هي سبقتها في مجال التمثيل، فكانت بتروح معاها الاستديو والبليتوهات لغايه ما شافها المخرج الكبير حلمي رفله. حلمي رفله. حلمي رفله، وطبعا طبعا شافها قبل منه احمد بدرخان. كويس. ومخرجين كتير، لكن كانت متردده او كان والدها لسه متردد. لكن بعد ما شافها حلمي رفله هو مكتشفها الاول زي ما هي قالت، يعني هي اصرحت وقالت ان حلمي رفله والموسيقار محمد فوزي هم اول ناس يعني قدموها من خلال فيلم العقل في اجازه. ده طبعا فيلم مفقود يا وده كان اول انتاج لمحمد فوزي واول اخراج لحلمي رفله. العقل في اجازه سنه 47، وكانت البطله ليلى فوزي. ده اعلانه اهو. ايوه. بس للاسف فيلم لا موجود على اليوتيوب ولا على القنوات ولا في حته للاسف خالص. من ضمن الافلام المفقوده. خساره. فمن الفيلم ده بدات في نفس السنه تعمل فيلم حمامه السلام، ايضا مع حمامه السلام والروح والجسد مع محمد فوزي. فتخيل في خلال سنه استاذ تامر شاديه بقى لها اسم، بقت مطلوبه. سنه واحده. سنه واحده. في السنه الثانيه وهكذا لغايه ما جت سنه 50 بقت نجمه اولى. يعني 50. بعد سنه 50 بقت نجمه اولى خلاص. ودي 50 ده يعني عندها 19 سنه بالظبط. هي مواليد 31. 31 وكان يعني 19 وكان سنه نجمه اولى. وكان مين النجوم، نجوم الصف الاول او السوبر ستار ساعتها؟ ليلى مراد، مديحه يسري، ليلى فوزي، يعني ناس فطاحل طبعا. يعني لكن شاديه قدرت تثبت موهبتها، وخاصه ان السن بتاع شاديه كانت السينما المصريه مفتقده. روح شاديه، شقاوه شاديه، سنها، يعني حتى ان الفنان الكبير كمان صحيح ليلى فوزي ومديحه يسري تقال شويه. أيوة. في الكاركتر عن شاديه او وليلى مراد ورقية ابراهيم. صحيح. واخد بال حضرتك؟ تلاقي شاديه كاركتر مختلف وكاركتر مش موجود في الصحف السينمائيه في الوقت ده. صح. حتى ان كمال الشناوي الله يرحمه قال في الفتره دي هم لقونا انسب اتنين لبعض، فبدات بدأوا يعملوا الثنائي. وهنا عملوا مجموعه افلام عظيمه. ما انا هقول لحضرتك حاجه، ده الثنائي الاهم في تاريخ السينما المصريه. ليه بقى يا استاذ الاهم؟ الاهم الثنائي ده بدا سنه 47. كويس. واستمر لسنه 74. ياه، كل الفتره دي قدموا 25 فيلم. طبعا الثنائيات الفنيه كلها ما بين ليلى مراد وانور وجدي، او مثلا فاتن حمامه وعماد حمدي، او فؤاد المهندس وشويكار، كل دول ما استمروش الاستمراريه دي. صح. وما قدموش الكم ده. 25 فيلم على من 47 ل 74. وكمان يا استاذ تامر التنوع. لا ليك حق تقول ان هو الثنائي الاهم او التنوع الاهم. والتنوع كمان في الادوار. يعني ما بين الادوار الخفيفه وما بين الادوار الثقيله. تمام. لكن هو فعلا لو هم كمان يعني ليهم افلام قمه الميلو دراما وشجن ودموع وخيانه وعذاب، وافلام تانية خفيفه تقع على روحك من ضحك فيها، الكوميديا العظيمه اللي هي افلامهم مع اسماعيل ياسين. زي مثلا في الهوى سوا، مغامرات اسماعيل ياسين، بين قلبين، الافلام اللي هي زي الافلام الخفيفه. صحيح. اللي كان دايما معروف ان الولد والبنت وفي الاخر بيتجوزوا. افلام جميله بس حبيناها. صح
صح. ما كانش افلام تقيله. قلب ومفتاحه دي كانت فين؟ لا قلب ومفتاحه دي فريد الاطرش ما كانش معاه. لا ما كانش معاه. لا امال ايه؟ مش قلبي ومفتاحه. دول ملك ايديك. لا الثانيه اللي هي بتاع سوق على مهلك سوق كمال وشاديه. كان في سوق على مهلك سوق وفي حاجه فيها المفتاح مش فاكر ايه هي. قلبه ومفتاحه دي. دي بتاعت كمال. ايوه عيب عليك يا ريس. ايوه ده فيلم في مفتاح ضايع وهي وداع في الفجر. وداع في الفجر. وداع في الفجر. ايوه برافو عليك هو ده. كان فيها مخبيه لو مفتاح. سلمتك قلبي واديت لك مفتاحه. ايوه تمام. لا في انا فاكر في مفتاح فيلم وداع في الفجر وده كان انتاج كمال الشناوي. صح. لا قلبي ومفتاحه دي صحيح فريد الاطرش. مظبوط صح. بس في مفتاح. في مفتاح ما فاتش معايا مفاتيح كتير. طيب هنلاقي شاديه استاذ تامر كمطربه هي دخلت السينما من باب الممثله ومطربه لكن هو الاثنين في الاول اللي كون شخصيتها الغنائيه هو محمد فوزي.